المشاهدين الكرام اذا الفقره الثقافيه ستكون مميزه اليوم وصداقه التي تجمع بين البلدين لكن هذه المره ضيف مميز لانه فنان صغير واصغر فنان بالوطن العربي وهو فلسطيني اذا محمد وائل البسيوني حاضر معي ببلاتو قناه النهار مرحبا بك في قناه النهار أهلا وفي بلدك الثاني الجزائر طبعا اكيد اهلا وسهلا فيكم وتشرفت كثير يعني في هذه القناه وانا بشكركم على هذه الاستضافه الله يسلمك اكيد انت مشكور وتحيه طيبه للشعب الفلسطيني شكرا الله يسلمك كيفاش خليت الشعب الفلسطيني بفلسطين يعني احنا الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري شعب واحد من الشعبين يعني إيه تربطنا اخوه واكثر من اخوه يعني اكيد واحنا شعب واحد من الشعبين <applause> محمد وائل البسيوني يعني حصريا فقط يعني رصدتك قناه كاميرا قناه النهار بمطار وريبومديان صحيح وانت تسجد بارض صحيح. الابطال أنا الحمد لله بعد يعني معاناة يعني إحنا حاولنا في 2017 و 2018 حاولنا إننا نيجي ونكسر الحصار ولكن للأسف ما قدرنا والحمد لله إيه الآن كسرنا الحصار ويعني زي ما إيه سفن الحرية الجزائرية كسرت الحصار وأجت على غزة إحنا برضو إيه كسرنا الحصار وجينا على الجزائر الشقيقة أكيد أكيد العيلة الكريمة بخير؟ العائلة الكريمة بخير اه صحيح الحمد نعم. لله بخير طيب لله. محمد وائل البسيوني انت فنان فنان صحيح. فلسطيني لكن تمثل كل العرب صحيح صحيح, آه صحيح. محمد وائل فل... البسيوني آه يغني لفلسطين اكيد صحيح لابطال أكيد. فلسطين اه وابطال الجزائر كمان نعم وكذلك آه. للجزائر اه و يعني اختيار الفن الذي آه. يحمل رساله للمقاومه الفلسطينيه صحيح. صحيح. ورساله لكل الشعب الفلسطيني صحيح. لماذا هذا الاختيار وليس فن ربما موجه للاطفال وانت يعني بديت صغير بديت يعني في سن لا يتجاوز ربع سنوات انا حبيت الاغاني الجزائريه لانها يعني لها محتوى ويعني بتربطنا علاقه اخوه يعني وحبيت اغنيه لربح درياسه يحيى اولاد بلادي لانها يعني تعبر عن الاخوه والمحبه مهم. محمد وائل من بين الاغاني اللي تغنيت بها في على الجزائر منها سمونا جزائستين صحيح ابطال الحرية مهد الابطال مهد الابطال وابطال, وأبطال الحرية. الحريه صحيح مهم. يعني انا حبيت هدول الاغاني لانهم يعني محتوى هادف وبت... يعني بتعطي رساله حب من فلسطين للجزائر نعم طيب مدحك للجزائر وطريقة الأداء وروح الغناء يعني تفتخر بها كأنك صحيح تغني لبلدك صحيح ليس لبلدك الثاني طبعا هي يعني بلدنا زي زي فلسطين يعني اخوة يعني 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 اخوة بين فلسطين والجزائر علاقة أكيد اخوة وش هي علاقتك بين بين الطفل محمد وائل والجزائر؟ أنا يعني حبيت الجزائر لأنه يعني أغنيها هيك يعني فيها مشاعر وحب يعني وطبعا إحنا كفلسطينيين بنحب الجزائر كتير يعني وتربطنا علاقة أخوة ومحبة يعني وصداقة طيب لما تتعلق يتعلق الأمر بأغاني موجهة للجزائر شكون اللي يكتب الكلمات؟ من كاتب كلمات الأغاني موجهة للجزائر؟ في أنا بشكر عم رائد ناجي هو اللي كتب معظم يعني أغنية للجزائر وخدت أغنية لرابح درياسة يحيى أولاد بلادي م -م ويعني كثير من الأغاني غنيتها للجزائر م -م. طيب حبينا نسمع أغنية أنا حبيت نسمع سمونا جزائستين يعني بصوتك القوي يلا حياكم الله جيناكم ومعانا قلوب الملايين يشهد الله حبيناكم أهل الجزاير غالين تحية إكبار وعزة للاوراس منك غزة والجزائر بيد القدس قسنطينة تحضننا بلس جرجرة تشبه جنين سمونا جازانسطين، سمونا محمد وائل البسيوني يعني كل من يستمع لهذه الأغنية يعني خصيصا سمونا جزائسطين يذرف دموع ما هي ربما ردة فعلك محمد؟ يعني هي أغنية بصراحة كثير حبيتها لأنها يعني بتعطي إحساس ويعني أنا تقريبا كنت بعيط وأنا بغنيها لأنها يعني جميلة جدا وفيها مشاعر وإحساس <applause> طيب اكيد محمد وائل يعني انت تدخل الاستوديو صحيح وبالكواليس كيف يعني محمد وائل البسيوني يعني كيف هو احكي على محمد وائل البسيوني كيف يتعامل مع يعني بالاستوديو في الكواليس احنا للاسف الاستوديو كنت اسجل فيه بس للاسف تم تدميره بالكامل يعني بحرب 2021 تم تدميره للاسف ويعني هلقيت احنا عاملين مشروع صغير يعني معظم اغاني الجزائر بنغنيها في البيت عملنا يعني استوديو بسيط في البيت وان شاء الله يعني قريبا الاستوديو راح يتعمر ان شاء الله ونرجع زي الاول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكيد الاستوديو تاعك كيتعرض يعني للقصف في غزه في 2021 حدثنا عن هذا ال... ربما عن هذه ال... الحادثه هذه الحادثه يعني يعني كان خبر مؤسف لي جدا يعني انا زعلت كثير لانه كان لي ذكريات جدا حلوه فيه يعني اول بداياتي كانت فيه يعني يعني حزجت جدا وان شاء الله راح نرجع اقوى من الاول ومهما دمروا ومهما قصفوا ومهما ايش بسوا مش راح نوقف وراح نضلنا ان شاء الله مستمرين يعني عشان نعبر عن القضيه الفلسطينيه ومش راح نوقف. طيب الوالد ديالك ساهم كثيرا في ربما تطوير موهبتك صحيح و... انا بقدم شكر خاص لبابا ولابني ولاخواتي انهم يعني بيشجعوني وبابا يعني هو الداعم الرئيسي اللي هو اللي بلحن هو اللي هو يعني اللي بيكتب الكلمات احيانا فيعني انا بوجه له شكر ويعني من دونه يعني ما كنت شيء يعني طيب فقط على ذاكره وكذلك رساله الشهداء، مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا بكم مم. مساء الخير لك مساء وكل الساده مشاهدي قناه النهار شكرا الكل اكيد يتساءل لماذا تم استضافه سي حمني بركات شكرا جزيلا بطبيعه الحال المنظمه الوطنيه المحافظه على الذاكره وتبليغ رساله الشهداء في اشتغالها في حقل الذاكره وفي حقل القضايا الوطنيه لها برامج يعني سنويه من بين البرنامج لهذه السنه الذي يتزامن مع الاحتفال بستينيه الاستقلال ولذلك نظمنا العديد من الفعاليات والانشطه سواء وطنيا او على مستوى ولائي في من محاضرات ومن ندوات ومن غيرها من الانشطه التي دابت المنظمه الاشتغال عليها سنويا ولكن اردنا ان يكون هذا الاحتفال متميزا جدا خصوصا في شقه الثقافي وشقه الفني فاردنا اننا نحيي بعض الحفلات الفنيه التي تنسجم تنسجم تماما مع مع المناسبه فارتئينا ان نوجه دعوه للفنان الشبل المنشد محمد وائل البسيوني الذي صراحه له كثير من المعجبين في الجزائر وفي الوطن العربي لذلك ارتئينا اننا نحيي ننظم له جوله فنيه في في الجزائر يجوب جمله من الولايات على مدار يعني شهر من شهر من الزمن، بدايه بالعاصمه ثم بعد ذلك ننتقل الى ولايات اخرى. في هذه المناسبه بطبيعه الحال اتوجه قبل ان انسب بالشكر والتقدير للسيد وزير الخارجيه وايضا السيده وزيره الثقافه والسيد وزير المجاهدين على رعايتهم وعلى مرافقتهم لهذه الجوله الفنيه وكل التسهيلات التي وفروها للمنظمه من اجل ان يكون محمد هنا في الجزائر. محمد بطبيعه الحال كان يحلم وربما تحدث لكم ذلك قبلا ان عم. ان يزور الجزائر وان يغني الجزائر والحمد لله لم نريد ان نترك حلمه على الارض كما قلت وحاول اليوم بيننا على ارض الجزائر وارض الشهداء جميل. رفقة والده وائل جميل. طبعا سيكون حفلا يعني جوله فنيه متميزه نحقق من ورائها بطبيعه الحال الشيء الذي خططت له المنظمه وهو الاحتفال بستينيه الاستقلال لان عم. محمد لديه آه خمسة عشر يعني أغنية وطنية آه خاصة بالجزائر نعم منذ كان عمره أعتقد خمس أو سبع سنوات كان يغني للجزائر نعم. إلى أن وصل الآن آه في سنه حوالي 14 وما زال يغني للجزائر والجزائر بطبيعه الحال كريمه جدا من يغني لها ومن يعزف لها بطبيعه الحال ستستضيفه وترفعه فوق رؤوسها نعم اكيد نستكمل بقيه اكيد تفاصيل هذه الاحتفاليه اللي راح يكون فيها محمد وائل محمد وائل شفنا في هذا الصور لو يسمح لنا المخرج حمزه هناك صور لسجود محمد وائل بمطار هواري بومدين بالجزائر فور وصولك على أرض الشهداء محمد وائل هذه الصور وربما كيف ما هو إحساسك يعني اليوم كرك بأرض الشهداء يعني أنا سجدت ركعة لله يعني أنه الحمد لله بعد عناء تقريبا ثلاث أو أربع سنين ندخل الجزائر والحمد لله الله حقق حلمي وزرت الجزائر وإن شاء الله راح نحيي عديد من المهرجانات إن شاء الله نعم إن شاء الله أكيد سيدة سيا حمني قلت أنه راح تكون عبر مختلف ولايات هل يمكن ربما تحديد هذه الولايات كي يتمكن الجمهور من التحاق بهذه الاحتفالية بطبيعة الحال نحن لا نريد أن نحرم جمهور الجزائري من الاستماع لهذا الصوت الثائر لمحمد وائل البسيوني وأغانيه الوطنية التي الآن هي بالمشاهدات يعني بالملايين عبر اليوتيوب عبر السوشيال ميديا ولذلك المنظمة راعت للتوازنات الجغرافية ما بين الشمال الغرب الشرق وأيضا الجنوب الكبير لذلك البداية ستكون بحفل في الجزائر العاصمة نحن الآن في تواصل مع وزارة الثقافة لتحديد المكان الذي سيحتضن هذا هذا الحفل ربما قضيه وقت فقط ممكن يوم او يومين لتحديد المكان الذي سيحتضن هذا الحفل في حين ايضا لدينا حفل في اقصى الشرق في عنابه وايضا في اقصى الغرب في آآ آآ عفوا في غليزان وفي مستغانم وايضا في سكيكدا وفي مسيلا وفي الواد وايضا في ورقله هذه وفي بشار ايضا جنوب جميل. الغربي طبعا في التوازن الجغرافي ستكون طبعا حفلات يحييها محمد وائل البسيوني في, في, في الجزائر من اجل ان يسمع صوته للجزائريين الذي حبوه بطبيعه حلو ويتابعوه ويتغنى لهم بهذه الأغاني التي اشتغل عليها أكيد عليه. محمد وائل هو محبوب كل الجزائريين، محمد عندك رسالة حبيت توجهها للجمهور الوفي لك واللي يستمع لك عبر اليوتيوب حتى التعليقات على موقع اليوتيوب وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يعني هي تعليقات إيجابية ويعني دون شك أنت محبوب كل الجزائريين الحمد لله إلي شهرة كبيرة جدا في الجزائر وهذا طبعا بفضل الله ثم فضل بابا يعني هو اللي شهرني والحمد لله يعني إلي شعبية كبيرة في الجزائر وإن شاء الله راح أبسطهم إن شاء الله في ستينية الاستقلال وإن شاء الله في المهرجانات يعني إشي راح يسعدهم ويوجد مفاجآت أيضا إن شاء الله أنت اللي يعني تتغنى بالجزائر صحين. وتتغنى بالمقاومة بالجزائر في كل مرة ماذا تمثل لك يعني ستينية الاستقلال بالجزائر؟ يعني أنا ستينية الاستقلال يعني تمثل لي أنه أنا راح أغني إن شاء الله أغاني إن شاء الله وطنية للجزائر وإن شاء الله راح تعجبكم إن شاء الله وتبسطكم نعم. إن شاء الله <applause> أكيد محمد وائل البسيوني سي فقط كيف ربما راح تكون في هذه الاحتفالات ما هو البرنامج المسطر لكي يتم يعني التنسيق مع الفنان محمد وائل البسيوني وكذا مع الجمهور لكي يتسنى ذلك بطبيعه الحال البرنامج انه صرنا مده واحنا في اتصال مع والد محمد وله هو وائل بسيوني في ايضا كيفيه يعني جلب محمد الى الى الجزائر يعني والشكر موصول مره ثانيه الى السيد معالي وزير الخارجيه الذي سهل وسفر الجزائر في فلسطين الذين يعني اتاحوا لنا فرصه وجود محمد في في الجزائر البرنامج كما ذكرت لك سلفا سيكون في البدايه محمد سيكتشف الجزائر عن قرب من خلال هذه الايام لانه بدايه بداية هذا الجولة الفنية ستكون من العاشر في شهر عشرة عشر شهر أوت. آه، هذه الأيام ستكون له زيارة في الجزائر العاصمة، زيارة بعض المناطق السياحية، أيضا زيارة لبعض القطاعات الوزاريه ما. لانه الان في تنسيق مع كثير من القطاعات الوزاريه ما. والمؤسسات التي تريد ان تستضيف محمد وائل البسيوني وبين طيب. هذه بين ظفرين يعني نطمح ان شاء الله انه السيد رئيس الجمهوريه استقبلنا يعني محمد وائل البسيوني لتكريمه لانه يعني هو محب للجزائر كما ذكرت لك منذ سبع سنوات طيب. ونحن نريد ان نحقق له هذا الشيء. طيب. ثم بعد ذلك بطبيعه الحال ستكون هذه الجوله الفنيه عبر هذه الولايات وفقط اذكر في انه نحن مع اتصال مع الوطني للثقافه الاعلام ممكن ان تكون له حفله في المهرجان العربي في جميله. ان شاء الله آه. بحول آه. محمد وائل البسيوني، طيب هل عندك مشروع ام ربما فنان مفضل او فنانه مفضله تريد او تود يعني ثنائي معه؟ انا يعني من الفنانين اللي بحبهم طبعا عمر العبد الله من الاردن ومحمد عساف اكيد يعني هو يعني المشهور انا كثير بحبه وبستمع لاغانيه وان شاء الله يا ربي راح ابسطكم ان شاء الله في ستينية الاستقلال وان شاء ومع الله فنانين يعني جزائريين ان شاء الله انا كان نفسي اغني مع رابح درياسة رحمه الله ولكن يعني هو اهداني اهداني كل اغانيه يعني حكى لي اني اغنيها ما عنده اي مشكله رحمه الله رحمه الله يعني يقدم لك حقوق الاغاني؟ صحيح انت تواصلت معاه؟ اه تواصلت معاه قبل ما يتوفى رحمه م -م. الله ويعني حكى كل الحقوق الحقوق لك وما في مشكله انك تغني الاغاني وغنيت اغنيه يحيى اولاد بلادي ممكن اسمعكم مقطع منها اكيد وانت تتحدث على اغنيه يحيى اولاد بلادي للراحل رابح درياسة راح نسمعوها سويا بصوتك صحيح يلا يحيى اولاد بلادي ويحيى وبنات بلادي وشنانه في الحساد احنا اولاد الجزائر خوا في كل بلاد جميل محمد دوالي راح نسمعوها سويا عبر الفيديو كليب يلا اكيد هذه اغنيه يحيى ولاد بلادي بصوت محمد الفلسطيني محمد وائل البسيوني انت مشكور على كل هذه المجهودات اللي تقوم بها يعني تجاه الجزائريين تجاه الجزائر بلد القاره شكرا كثير انا يعني تربطنا اخوه بين الفلسطينيين والجزائريين يعني كذلك اخوه وصداقه ومحبه يعني وشعب واحد مش شعبين اكيد هنا كنت طفل صغير كان صحيح. عمرك كان عمري 8 سنين 7 سنوات نعم سنوات نعم سنوات. طيب محمد وائل البسيوني انت تتحدث تتغنى للجزائر والمقاومه الجزائريه والمقاومه اكيد للجزائر وش تعرف عن تاريخ الجزائر وعن ابطال الجزائر وعن اسماء ابطال الجزائريين انا اعرف دول إيه ولايات من الجزائر منها عنابه قسنطينه إيه وجرجره يعني انا بحب يعني اتفرج على تاريخ الجزائر بحب اتفرج على المدن السياحيه يعني والمناطق السياحيه وجميله جدا انا تفرجت عليها م م وعن الاطباق الشعبيه والت... وال... صحيح. وتاريخ الارث الثقافي الجزائري وايش تعرف عليه صحيح انا اعرف الدولمه إيه طبخه جزائريه وأعرف يعني كذلك كثير من الأغاني الجزائرية وكذلك يعني الأكلات المشهورة طيب محمد وإلا البسيوني تحدثنا كثير عن الجزائر نروح الآن للمقاومة الفلسطينية ومدى بينا الجمهور الجزائري الآن يسمعك تغطي تغنى للفلسطين صحيح أنا يعني أكيد يعني بلادي فلسطين وبتغنى يعني وأنا غنيت يعني من كذا أغنية أغنية هواء الفلسطين ممكن أسمعكم مقطع منها والله ما نترك هواها هواها الفلسطيني مغرسين بثارها زيتوني عتيقة وتيني الله الله شكرا. محمد وائل محمد وائل يعني حبيت يعني تتحدث لي حول مقتل الصحفية الفلسطينية بغزة كيف كانت ربما كيف كان شعورك لما يعني جاك هذاك الخبر وعلى والله مباشر. انا زعلت كثير انه يعني مقتل شيرين ابو عاقله انا حزنت كثير اول ما سمعت الخبر يعني كتير يعني خبر محزن للاسف وربي يرحمها ان شاء الله ومحتسبه من الشهداء ان شاء الله ان شاء الله اكيد شاء الله. أكيد, اكيد تبقى دم دم الصحفي اكيد هو دم الشهداء الفلسطين وشهداء كل الفلسطينيين طيب سيد سيحة مني نود فقط يعني نعرف حول التذاكر تذاكر دخول هذه الاحتفاليات بالنسبة للجمهور هل هي مجانية هل هي ربما محسوبة على كل الجزائريين طيب قبل ان نمر التذاكر فقط اقول انه المنظمه الوطنيه المحافظه على الذاكره يعني من بين الاهداف اللي خلاتها انها تجيب محمد وائل البسيوني لو انه نعمل يعني قراءه لجمله الاعمال الفنيه اللي تقدمها هذا الشبل هي اعمال تحمل قيم يعني قيم الانتماء للوطن قيم الدفاع عن الوطن قيم الوطنيه ترسيخ قيمه الانتماء ولغير ذلك فقليل طبعا من الاشبال والفتيان الذين يؤثثون او يزرعون او يشتغلون على تعزيز هذه القيم في الانتماء والمقاومه والوطنيه ولغير ذلك ولذلك نحن في منظمه من بين اهدافنا هو تعزيز هذه القيم الوطنيه لدى الناشئه ولدى لدى الاطفال ولغير ذلك فهم من بهذه من بين الاهداف التي نعم. جبنا محمد البسيوني نعم. لانجزها بالنسبه لي خليني نجاوبك على السؤال فقط نحن منظمة يعني وجمعية مدنية لسنا مؤسسة ذات طابع اقتصادي ولذلك حفلاتنا كلها ستكون بالمجان للشعب نعم. طبيعة الحال هذا أمر هذا أمر مفروغ منه ونحن نشتغل في 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 الحق المجتمع المدني ولذلك كل الحفلات ستكون بالمجان بطبيعة الحال شكرا لك سي على كل هذه التفاصيل أكيد نعود فقط كلمة ختامية لمحمد وائل البسيون الفنان الفلسطيني محمد ويا طيب ربما عندك كلمه حبيت توجهها خاصة للموزع الموسيقي محمد عمار صحيح أنا بشكر عم محمود عمار يعني هو اللي بوزع كل الأغاني اللي أنا بعملها بوجه له تحية جدا كبيرة ويعني شكرا كثير لك انك ساعدتني وكذلك بابا كمان يعني شكرا كثير انك ساعدتني وشكرا لقناه النهار على هذه الاستضافه الجميله وشكرا على هذا الاستقبال في المطار يعني كان يعني انا كنت مش متوقع يعني وكان استقبال كثير حلو ويعني شكرا لقناه النهار مره ثانيه على هذه الاستضافه الجميله العفو مرحبا بك مره اخرى في بلدك الاول والثاني يعني للجزائر وتحيه مره اخرى للشعب الجزائري آه للشعب الفلسطيني اكيد جزائري صحيح. فلسطيني هو شعب واحد صحيح نعم شكرا محمد وائل البسيوني شكرا لك سيدة حمني بركاتي مشاهدينا الاكارم بهذا نختم الموعد الثقافي شكرا لكم على المتابعه عوده ذكرى وما